بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. ومن على هذا الموقع قناة أكيد أنها تابعة للصين طبعا كباقي الدول اليوم طبعا التي تدعم العديد من القنوات على اليوتيوب خاصة بحسابات متعددة. طبعا الكثير من الحكومات اليوم أن تدعم الكثير من القنوات على اليوتيوب مثلا بشكل ظاهر أو بشكل خفي، وتبدو كأنها قنوات محايدة. على كل حال عندنا الآن هذه القناة التي أكيد أنها تعود للصين. سنرى طريقتها في انتقاد بحدث بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الصراعات الأخيرة بين الرئيس ترامب ثم الرئيس بايدن. إذا كما نلاحظ هنا عندنا لا ليبرتي ديكسبرسيون، إذا نتكلم عن حرية التعبير الأمريكان. كما نقول أحيانا على فرونسيز، على فرونسيز المقصود بها على النمط الفرنسي أو حسب الأسلوب الفرنسي. الأمريكان كما عندنا هنا المقصود بها على النمط الأمريكي أو حسب الأسلوب الأمريكي. لا ليبرتي ديكسبرسيون حرية التعبير على النمط الأمريكي أو بالأسلوب الأمريكي. أفي سا ديغنييغ أفي، طبعا عندنا لو فيرب فواغ في الباسي كومبوزي يعني أن رأت، المقصود أنها ترى. إذا الأمريكان أفي، إذا عندنا حرية التعبير على النمط الأمريكي أفي أنها رأت كما عندنا هنا. سا ديغنييغ في دو فين، طبعا لافين شجرة الكرم، إذا نتكلم عن الكروم أو نتكلم عن الداليا شجرة العنب تسمى لافين. هنا عندنا في دو فين ورقة شجرة العنب. نتحدث هنا عن حرية التعبير حسب النمط الأمريكي أو بالطريقة الأمريكية. أفي سا ديغنييغ في، أنها ترى آخر ورقة لها دو فين من الداليا أو من الكروم. أغاشي، أغاشي أن تنتزع. كما نقول بأن حرية التعبير الأمريكية ممكن أننا نضيف عليها حرية التعبير الفرنسية أيضا. هذه حرية التعبير كما نقول بأن كانت مغطاة بمجموعة أوراق والآن تنتزع آخر ورقة من هذه الأوراق. المقصود بأن كانت حرية التعبير مغشوشة، المقصود كما نقول بأن كانت حرية التعبير على عكس ما تقول، ليست حرية التعبير حقيقية. هذا هو المقصود بهذا الكلام. عندما نقول بأن سقطت آخر ورقة كانت تغطي بها هذه حرية التعبير، المقصود بأن انفضحت بشكل كامل. لا ليبرتي ديكسبريسيون ا لاميريكان افي سا ديغنييغ في دو فين اغاشي. إذا كما يقول هذا الشخص هذا، De nombreux réseaux sociaux américains ont bloqué le compte de Donald Trump pour incitation à la violence. De nombreux réseaux sociaux américains ont bloqué le compte de Donald Trump. لو كونت دو دونالد ترامب. اذا نتكلم عن مجموعه ريزو، اذا نتكلم عن مجموعه شبكات سوسيو اجتماعيه. هذه جمع كلمه سوسيال، سوسيال يعني اجتماعي، سوسيو اجتماعيه. نتكلم عن مجموعه اشياء اجتماعيه كما عندنا هنا. نتحدث عن مجموعه ريزو، اذا نتكلم عن مجموعه شبكات سوسيو اجتماعيه امريكان امريكيه اون بلوكي، انهم اوقفوا لو كونت دو دونالد ترامب، يعني انهم اوقفوا حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب. بور من اجل ماذا؟ بور انسيتاسيون ا لا فيولونس، من اجل الحث على العنف. انسيتي كما نقول انك تحث او تدعو. اذا انسيتاسيون، انسيتاسيون كما نقول الدعوه او الحث، من اجل الحث على العنف، المقصود بسبب الدعوه الى العنف. المقصود هنا بور انسيتاسيون ا لا فيولونس. اذا هاد لي ريزو سوسيو امريكان اون بلوكي لو كونت دو دونالد ترامب بور انسيتاسيون ا لا فيولونس، المقصود بأنهم أوقفوا حساب دونالد ترامب بسبب الدعوة إلى العنف. De nombreux réseaux sociaux américains ont bloqué le compte de Donald Trump pour incitation à la violence. C'est sans aucun doute une chose gênante pour le locataire de la Maison Blanche. C'est sans aucun doute une chose gênante. C'est sans aucun doute. إنه بدون أدنى شك. إنه بدون أدنى شك. يعني أن هذا الأمر أكيد وما كاينش فيه الشك. شنو هذه الحاجة اللي أكيدة؟ une chose gênante، une chose gênante. إذا نتكلم عن شيء ما جينونت، في المذكر نقول جينو، في المؤنث نقول جينونت، في المذكر نقول جينو، في المؤنث نقول جينونت. المقصود أنها محرجة. إذا هذا شيء محرج بدون أدنى شك. une chose gênante، إذا هذا أمر جد محرج بدون أدنى شك. محرج لمن؟ C'est sans aucun doute une chose gênante pour le locataire de la Maison Blanche. Pour le locataire de la Maison Blanche. Pour le locataire de la Maison Blanche. C'est sans aucun doute une chose gênante pour le locataire de la Maison Blanche.
C'est sans aucun doute une chose gênante pour le locataire de la Maison Blanche. إنه دون أدنى شك شيء محرج بالنسبة لمكتري البيت الأبيض. بالنسبة لمكتري البيت الأبيض. إذن هما تعتبروا هاد دونالد ترامب تعتبروا بحال شي واحد غير كاري المنزل وغادي يخرج منه في واحد النار كما وقع له الآن. سي سون أوكان دوت إن شوز جينونت. إنه بدون أدنى شك شيء محرج بور لو لوكاتير دو لا ميزون بلونش بالنسبة لمكتري المنزل الأبيض. طبعا كلمة لوكاتير كلمة لوكاتير تأتي من فعل لوي لوي يعني أنك تكتري أو تحجز مكانا. تحجز مثلا مقعدا في طائرة، تحجز مكانا مثلا في فندق. إذا نتكلم عن لوفير لوي. طبعا الشخص الذي يقوم بهذا العمل يسمى لو لوكاتير يعني المكتري، أو الشخص الذي يحجز يسمى لو لوكاتير. لوفير لوي كما قلنا أنه يعني يكتري، ولكن عنده واحد المعنى آخر تعني أتنى أو مدها. لوفير لوي ممكن أنه يعني اكترى أو احتجز، وممكن أنه يعني أتنى أو مدح. إلا خدينا المعنى ديال لوي أنه تعني اكترى، إلا خدينا المعنى ديال لوي أنه يعني اكترى أو احتجز مكانا. هنا المصدر ديالو تيكون هو لا لوكاسيون، ومن كلمة لو لوكاتير. لا لوكاسيون، لا لوكاسيون كما نقول الكراء أو الكراء. أما إذا أخذنا لوفير لوي بمعنى أتنى أو حميدة أو مدح. أما إذا أخذنا لوفير لوي الذي يعني أتنى حامدة أو مدحة، هنا المصدر ديالو تيكون هو لالوانج. لالوانج، لالوانج يعني المدح أو التناء. لالوانج المقصود به الحمد أو التناء. هنا في هذه الحالة يكون المصدر هو لالوانج، الحمد أو التناء أو المدح. إذن لو لوكاتير دو لا ميزون بلونج. إذن كما قلنا الآن سي سون أوكان دوت إن شوز جينونت pour le locataire de la maison blanche. إنه بدون أدنى شك شيء محرج بالنسبة لمكتري البيت الأبيض. إنه بدون أدنى شك شيء محرج بالنسبة لمكتري البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي سيسكن البيت الأبيض ثم يترك هذا البيت طبعا ليسكنه شخص آخر مثله ثم يرحل. هذا على عكس الصين التي يملكها ويحكمها الحزب الوحيد، وأكيد يتطلع بأن لا يرحل في يوم ما. C'est sans aucun doute une chose gênante pour le locataire de la Maison Blanche. Ce qui est encore plus embarrassant, c'est qu'aux États-Unis, qui se vantent toujours d'être le champion de la liberté d'expression, ce qui est encore plus embarrassant, الذي هو أيضا أكثر حيرة. Ce qui est encore plus embarrassant, الذي هو أيضا أو زيادة أكثر حيرة. Le verbe embarrasser, المقصود بانتخابي أنك تعرقل، جيني أنك تحرج، جاني أنك تحرج أو تضايق. جوتي دون لا كونفيزيون، جوتي دون لا كونفيزيون، يعني أنك ترمي في الغموض. لانسيرتيتود، لانسيرتيتود، عدم اليقين. لانسيرتيتود، عدم اليقين. إذا المقصود هنا الشيء المحير زيادة، الشيء المحير زيادة كما نقول. سوكي أونكور بليز أمباغاسون، سوكي أونكور بليز أمباغاسون. الأمر الأكثر حيرة سيكوز إيطازوني هو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية سيكوز إيطازوني كي سوفون توجور داتر التي تتفاخر توجور دائما داتر أن تكون لي شامبيون دو لا ليبرتي ديكسبرسيون. أبطال نتكلم هنا عن الولايات، مجموعة ولايات. إذن هذه الولايات الأمريكية بمجموعها، المحير هنا هو أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي وتتفاخر دائما كونهم أبطال حرية التعبير. هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدعي دائما كونها بمعنى آخر أبطال حرية التعبير. الذي يحير هنا أكثر هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية التي تتظاهر وتتفاخر بأنها بطلة حرية التعبير. إذن ما شأنها؟ Ce qui est encore plus embarrassant, c'est qu'aux États-Unis, qui se vantent toujours d'être le champion de la liberté d'expression, le président du pays a perdu le droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer. Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer. Raïs al-Bilad a perdu. Anna faqada. Taban adna le verbe perdre. Le droit. Faqada haq de s'exprimer. Taban le droit mumkin anna yani al-qanun aydan.
إذن a perdu le droit أنه فقد حق de s'exprimer أن يعبر عن نفسه. حذفوا حساباته فمنعوا الرئيس من التعبير عن نفسه. منعوا الرئيس من أن يعبر عن نفسه بحذف حساباته. إذن كما عندنا هنا Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer librement sur... Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer librement. Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer librement. A perdu le droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. يعني أن رئيس البلاد أنه فقد حق أن يعبر عن نفسه بشكل حر librement بشكل حر sur les réseaux sociaux على المواقع الاجتماعية المقصود على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن هذا الرئيس في بلد يدعي بأنه بطل حرية التعبير. إذن هذا الرئيس يفقد حقه في التعبير عن نفسه من على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن كما قلنا الآن Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Le président du pays a perdu le droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. على المواقع الاجتماعية. المقصود على مواقع التواصل الاجتماعي. Une lourde ironie pour la liberté d'expression à l'américaine. Une lourde ironie pour la liberté d'expression. Une lourde ironie pour la liberté d'expression. سخرية ثقيلة. نقول عن شيء بأنه lourd. في المذكر lourd في المؤنث. المقصود أنه ثقيل. هنا نتكلم عن ليغوني. إذا نتكلم عن سخرية lourd. أنها ثقيلة. Une lourde ironie. إذا نتكلم عن سخرية ثقيلة. المقصود سخرية كبيرة. سخرية كبيرة. Pour la liberté d'expression, بالنسبة لحرية التعبير à l'américain, على النمط الأمريكي. نتحدث هنا عن سخرية كبيرة. سخرية كبيرة لحرية التعبير على النمط الأمريكي. Une lourde ironie pour la liberté d'expression à l'américaine. À en croire certains, ayant publié des propos d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. À en croire certains, ayant publié des propos. Ayant publié des propos d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. À en croire certains, يعني بالظني في أشخاص ayant publié des propos, أنهم نشروا موضوعات أو حديث أو كلام d'incitation للحث à la violence. D'incitation à la violence, للحث على العنف. D'incitation à la violence, للحث على العنف sur les réseaux sociaux, à la مواقع الاجتماعية. طبعا في هذا البلد الذي يدعي حرية التعبير يتم حظر حسابات الرئيس للتعبير عن نفسه ظنا بأن أشخاصا ما أون كخوا سيغتان يعني ظنا بأن أشخاصا ما أيون بيبلي دي بروبو بحيث أنهم نشروا كلاما لانسيتاسيون رافيرونس للحث على العنف سيغ لي ريزو سوسيو على المواقع الاجتماعية. أون كخوا سيغتان أيون بيبلي دي بروبو دانسيتاسيون على فيولونس سيغ لي ريزو سوسيو Le dirigeant américain enfreint les lois américaines et les règles de gestion des plateformes. Le dirigeant américain, إذن الرئيس الأمريكي, le dirigeant américain, كما نقول هنا المسير الأمريكي, المقصود الرئيس الأمريكي, enfreint les lois américaines, يعني أنه يخرق القوانين الأمريكية. طبعا عندنا هنا le verbe enfreindre, المقصود به يخرق أو أنه ينكت العهد. كما نقول أنه يخالف ما تم التوافق عليه. لو ديريجون أمريكان أنفخان لي لوا أمريكان. إذن الرئيس الأمريكي أنه يخرق القوانين الأمريكية إلى غاغل دو جيستيون دي بلاتفورم. ثم يخرق قوانين تسيير المنصات. طبعا المنصات الاجتماعية المعروفة. نتكلم مثلا عن فيسبوك، يوتيوب أو انستغرام إلى غير ذلك. إذن هادو منصات اجتماعية. الرئيس الأمريكي هنا يخرق هاد القوانين. إذن الرئيس الأمريكي يخرق القوانين. كما لو يقول المتكلم هنا بأن الأمر في غموض وفي تناقضات. كيف لرئيس أمريكي في دولة تدعي حرية التعبير أنه يخرق هاد القوانين؟ أنه يحذف حسابه من على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أنه يخرق القوانين ويحث على العنف. Le dirigeant américain enfreint les lois américaines et les règles de gestion des plateformes. Le dirigeant américain enfreint les lois américaines et les règles de gestion des plateformes. Et celles-ci agissent conformément à la loi en fermant ses comptes. وهذه الأخيرة agissent أنها تتحرك أو أنها تقوم بردة فعل أو أنها تبادر أو أنها تقوم بردة فعل أو أنها تبادر. طبعا نتكلم على الverb agir. Et celles-ci agissent conformément à la loi.
وهذه الآخرة تتحدث عن منصة التواصل أشيس أن تتحرك، المقصود أن تحضر حسابات الرئيس كونفورميمو على الوا بالتوافق مع القانون، بالتوافق مع القانون. انفيرمو سيكونت يعني بغلقي حساباتي، انفيرمو سيكونت. إذن هذه الأخيرة نتكلم عن منصة التواصل الاجتماعي أنها تبادر بالتوافق مع القانون، انفيرمو سيكونت بغلقي حساباتي، إذن هي تغلق حساباته بالتوافق مع القانون. شنو تيقول هذا القانون الخاص بهاد منصة التواصل الاجتماعي؟ Toute incitation à la violence sur les réseaux sociaux doit être interdite, c'est judicieux. Toute incitation à la violence sur les réseaux sociaux, toute incitation à la violence, إذن كل دعوة إلى العنف sur les réseaux sociaux, على المواقع التواصل الاجتماعي, doit être interdite. يجب أن تكون ممنوعة. Doit être interdite. يجب أن تكون ممنوعة. كل شخص يدعو للعنف على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يحذر. C'est judicieux. C'est judicieux. هذا أمر عادل. C'est judicieux كما نقول هذا أمر عادل. يعني أن هذا أمر نحن نتفق عليه. Toute incitation à la violence sur les réseaux sociaux doit être interdite. C'est judicieux. Mais au cours des quatre dernières années, le président américain est allé trop loin sur les réseaux sociaux, diffusant de fausses nouvelles et incitant à la haine et à la violence. Mais au cours des quatre dernières années, لكن على طول أربع سنوات الأخيرة طبعا مدة حكم ترامب. Mais au cours des quatre dernières années. Mais au cours des quatre dernières années. لكن على مدى أربع سنوات الأخيرة. Mais au cours des quatre dernières années. لكن على مدى طول أربع سنوات الأخيرة مدة حكم الرئيس الأمريكي ترامب. Le président américain est allé trop loin. يعني أن الرئيس الأمريكي في هذه الفترة ذهب أبعد من هذا. Le président américain est allé trop loin. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة رئاسته ذهب لأبعد من هذا بشكل كبير. فلماذا لم تحضروا حساب؟ هذا هو المقصود هنا. Le président américain est allé trop loin. يعني الرئيس الأمريكي أنه ذهب trop loin. أنه ذهب بعيدا جدا. Sur les réseaux sociaux, le président américain est allé trop loin. Sur les réseaux sociaux, diffusant de fausses nouvelles. Président américain est allé trop loin. Sur les réseaux sociaux, diffusant de fausses nouvelles. يعني أن الرئيس الأمريكي ذهب بعيدا جدا. ذهب لما هو أكثر. ذهب لما هو أكثر من هذا بشكل خطير. Sur les réseaux sociaux, على مواقع التواصل الاجتماعي. Diffusant يعني ناشرا أو باتا. طبعا نتكلم على الفيرب ديفيزي يعني أنك تبت برنامجا أو تنشر خبرا. إذا نتكلم عن ديفيزي. إذا ديفيزون دو فوس نوفيل ناشرا أو باتا أخبار مزيفة. الرئيس الأمريكي ذهب لأبعد من هذا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. Diffusant de fausses nouvelles, ناشرًا أخبار مزيفة. Mais au cours des quatre dernières années, le président américain est allé trop loin sur les réseaux sociaux, diffusant de fausses nouvelles et incitant à la haine et à la violence. Et incitant à la haine et à la violence. ثم داعيًا. Et incitant. طبعًا نتكلم على الverbe inciter كما قلنا قبل قليل. Et incitant à la haine. وداعيًا إلى الحقد. Et à la violence. وإلى العنف. إذن هو أولًا نشر أخبار كاذبة. يدعو إلى الحقد ثم يدعو إلى العنف. فلماذا لم توقفوا حساباته عندما كان يحكم؟ Alors pourquoi les réseaux sociaux américains ont-ils tardé à réagir? Alors pourquoi les réseaux sociaux américains? إذن لماذا مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية؟ Alors pourquoi les réseaux sociaux américains ont-ils tardé à réagir? أنها تأخرت في الرد. لماذا انتظرت إلى هذا الوقت لتنتقم من الرئيس؟ إذن pourquoi les réseaux sociaux américains ont-ils tardé à réagir? Alors pourquoi les réseaux sociaux américains ont-ils tardé à réagir? إذن لماذا مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية تأخرت في الرد؟ Selon le Washington Post, jusqu'en mai 2020, Donald Trump a publié plus de 18 000 informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux depuis sa prise de fonction, dont plus de 3300 ont été publiées sur Twitter. Selon le Washington Post, jusqu'en mai 2020, حسب جريدة واشنطن بوست جيسكو ماي 2020 إلى حدود شهر ماي 2020 سولون واشنطن بوست جيسكو ماي 2020 إلى حدود ماي 2020 دونالد ترامب a publié plus de 18000 informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux. Selon le Washington Post,
jusqu'au mai 2020, Donald Trump a publié plus de 18 000 informations. Donald Trump a publié plus de 18 000 informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux depuis sa prise de fonction. Depuis sa prise de fonction, dont plus de 3 300 ont été publiés sur Twitter. Et dans selon le Washington Post, jusqu'au mai 2020, حسب Washington Post, إلى حدود مايو 2020, Donald Trump a publié plus de 18 000 informations fausses ou trompeuses. Et dans إلى حدود مايو 2020, الرئيس الأمريكي أنه نشر أكثر من 18 000 informations, يعني معلومة, كما نلاحظ 19 127 ادعاء كاذبا 19 127 ادعاء كاذبا أو مضللا في خلال 1226 يوم. هذا بالضبط الرقم الذي أعطته جريدة واشنطن بوست. إذن كما نلاحظ هنا عندنا أكثر من 18 000 خبرا فاس يعني أنه زائف أو ترومبوز أو أنه مضلل سوغ لي ريزو سوسيو على مواقع التواصل الاجتماعي دوبوي سا بريز دو فونكسيون منذ أن أخذ وظيفته منذ أخذ وظيفته منذ أن تقلد منصبه دوبوي سا بريز دو فونكسيون منذ أخذ وظيفته منذ أن تقلد منصبه دون بليس بما فيها بما فيه هاد العدد من الأخبار التي نشرها دون بليس بما فيها أكثر من دو 3 300 بما فيها أكثر من 3 300 ont été publiés sur Twitter. أنها نشرت على تويتر. ont été publiés sur Twitter. أنها نشرت على موقع تويتر. Selon le Washington Post, jusqu'en mai 2020, Donald Trump a publié plus de 18 000 informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux depuis sa prise de fonction, dont plus de 3 300 ont été publiées sur Twitter. À la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc en mai dernier, suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, بعد مقتل الأفريقي الأمريكي George Floyd, الذي قتلته الشرطة كما نعرف وأحدث انتفاضة كبيرة في أمريكا. À la suite du meurtre, بعد مقتل, à la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, إذن بعد اغتيال أو بعد مقتل الأفرو-أمريكان الإفريقي الأمريكي جورج فلويد. نتكلم هنا عن الأمريكي من أصل أفريقي. كلمة meurtre, meurtre تعني قتل وتعني أيضا اغتيال. meurtre تعني قتل وتعني أيضا اغتيال. إذن نقول عن شخص بأنه meurtrier. نقول عن شخص بأنه meurtrier أو بيان meurtrière في المؤنث المقصود بأنه قاتل. وتأتي الكلمة أيضا نعتا نقول عن شيء بأنه meurtrier يعني أنه قاتل. تحدث مثلا عن خطأ قاتل. إذا نقول عنه meurtrier في المذكر meurtrière في المؤنث. إذا à la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. إذا بعد مقتل الإفريقي الأمريكي جورج فلويد. À la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc en mai dernier. Par un policier blanc en mai dernier من طرف شرطي أبيض في ماي الأخير par un policier blanc en mai dernier. إذن عقب مقتل جورج فلويد من طرف شرطي أبيض في ماي الأخير المقصود في ماي من السنة الماضية. إذن بعد هذا الحادث à la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc en mai dernier, des manifestations et des émeutes ont éclaté partout aux États-Unis. Des manifestations et des émeutes ont éclaté. Des manifestations, تظاهرات et des émeutes. Et des émeutes, طبعا كلمة émeute, المقصود بها soulèvement populaire. Soulèvement populaire. إذا نتكلم عن انتفاضة شعبية أو هيجان شعبي. Des manifestations, تظاهرات et des émeutes ont éclaté. تظاهرات وانتفاضات ont éclaté. أنها اندلعت. Ont éclaté, أنها اندلعت. Ont éclaté partout aux États-Unis. أنها اندلعت في كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. Ont éclaté partout aux États-Unis. أن اندلعت في كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. À ce moment-là, Donald Trump a tweeté que quand les pillages démarrent, les tirs commencent. À ce moment-là, في هذه اللحظة, عندما اندلعت هذه المظاهرات, Donald Trump a tweeté أنه دوّن que بأنه quand les pillages, عندما السرقات, quand les pillages démarrent, عندما السرقات تبدأ, les tirs commencent. Les tirs commencent. الضرب بالرصاص يبدأ. لي تير كومونس عندما تتحول هذه المظاهرات وهذه الانتفاضات الى سرقات على الجنود ان يبداوا في اطلاق الرصاص اذا فلماذا بمعنى اخر لم توقفوا حسابه
À ce moment-là, Donald Trump a tweeté que quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Mais la plateforme ne l'a pas censuré. Mais la plateforme ne l'a pas censuré. لكن المنصة ne l'a pas censuré أنها لم تحضره. طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب سانسوري. لو فيرب سانسوري المقصود به أنك تحضر شيئا. تحضر خبر، تحضر فيلما أو تحضر مقتطفا منه. إذا نتكلم عن لا سانسور المقصود به الرقابة. طبعا حتى لا نطيل، فالفيديو والكلام لازال مستمرا حول هذا الموضوع. حرية التعبير الأمريكية ما هي إلا شعار، هذا هو المقصود من هذا الفيديو بصفة عامة. طبعا كلنا يعرف هذا، وهذا ليس بجديد. فأغلب الدول الغربية مثلا أمريكا وفرنسا التي ترفع شعار حرية التعبير وحقوق الإنسان، طبعا هذه الدول أول من يخرق هذه الحقوق عندما يتعلق الأمر بأجناس أخرى أو عندما يتعلق الأمر بالآخر. في أمريكا هناك تمييز عنصري ضد السود، في فرنسا هناك تمييز عنصري ضد المسلمين. أكيد أن هذا الكلام صحيح إلى حد ما، لكن إذا أخذنا أيضا الصين فهي أيضا تخرق هذا الحق، وأحسن دليل على ذلك هو ما تفعله بمسلمي الإيغور. إذا عدنا إلى بعض الأحداث السابقة سنفهم سياق هذا الكلام. مثلا على جريدة تي إس آ الجزائرية، إيغور بوليميك أونتخ لي زامباساد دو شين إي دي زيتازوني أون ألجيري إي دي زيتازوني أون ألجيري إيغور بوليميك أونتخ لي زامباساد دو شين إي دي زيتازوني أون ألجيري إي دي زيتازوني أون ألجيري. إذا نتكلم عن جدل، الجدل المقصود به هو مهاجمة آراء الآخر، أنك تهاجم آراء الآخر. بوليميك أونتخ لي زامباساد دو شين إي دي زيتازوني أون ألجيري. إذا نتكلم عن جدل بين سفارة الصين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. كما نلاحظ هنا بتيت بوليميك أونتخ لي زامباساد أمريكان إي شينواز أونتخ لي زامباساد أمريكان إي شينواز En Algérie, à propos de la situation des Ouïghours, une minorité musulmane, dans la province chinoise de Xinjiang. Petite polémique. Il y a une polémique entre les ambassades américaines, بين السفارات américa et chinoise, ou la Chine, en Algérie, بالجزائر, à propos de la situation, des Ouïghours, بما يخص وضعية الإيغور, من يكون الإيغور, une minorité musulmane. إذا نتكلم عن أقلية مسلمة dans la province chinoise. Une minorité musulmane dans la province chinoise de Xinjiang. طبعا نتكلم هنا عن تركستان الشرقية التي تحتوي في باطنها على العديد من المعادن، تقدر ب 121 نوعا من المعادن. ثم هناك 56 منجم من الذهب، هناك 56 منجم من الذهب، هناك النفط، هناك الأورانيوم، هناك الحديد، هناك الرصاص. طبعا الصين تسعى جاهدة إلى كتم أصوات الإيغور. كما نلاحظ على الجريدة les États-Unis accusent la Chine de commettre un génocide contre la population Igor. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تتهم الصين بارتكاب إبادة. les États-Unis accusent la Chine de commettre un génocide contre la population Igor. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تتهم الصين بارتكاب إبادة contre la population Uyghur, ضد الشعب الإيغور، يعني أن تحاول إبادتهم وقمع أصواتهم. إذا طبعا هذا الكلام صحيح، أو كما في هذا الخبر tension États-Unis-Chine le consulat chinois de Houston fermé par Washington. توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، le consulat chinois de Houston fermé par Washington. إذا نتكلم عن سفارة الصين بهوستون مغلقة من طرف واشنطن، بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية أغلقتها. إذا كما نلاحظ بأن هذه الجدالات ليس الهدف من الانتصار لقيم معينة، مثلا الانتصار لحقوق الإنسان أو لحرية التعبير أو الانتصار للإيغور، بل هو مجرد استغلال لمآسي الآخرين. كل خصم يحاول إحراج الآخر، كل خصم أو جهة تحاول إحراج الآخر بإظهار عيوبها، وكأن هذا الطرف نظيف من هذه العيوب. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.